خالي ما يخالف تقولي شغله واحده؟ تفضل. مستحيل يصير عمر. ما يصير مستحيل؟ لا تصير عمر بس اخليك عليه مثل هذا. شنو هذا ايش علينا؟ والله العظيم انا هسه واحد لاعب خلاص الحين سؤال خالي. خالي يلا قول ماكو فايده؟ على حاكي منو انا؟ حاكي منو؟ شنو قلت لك انا؟ عندك واحدة مثل هذه تصير هامور، ما عندك هبة خلاص مو هامور، مو هامور زين ماني هامور انا. انت مو هامور قضبني عج والله مو هامور. انتم ما تحكون يا جماعة. هامور. ادري خالي. انت. شيك؟ شيك؟ تحس بغصة صح؟ بس ايش فيك؟ هذا ايش فيك؟ شوي ادري ايش فيك؟ ما تتكلم ادري ايش فيك؟ والله من كثر هذا ذبحني. خلي احنا على الجسر شو؟ روح دور شغلك انت شلك مقطع. هذا شوف الجسر. ادري انا مينو؟ ادري اقول لك اذا انا ركبت فيها تليفون انا اسكت عليك. اقول لك انا اذا ركبت فيها اصير هامور لان يبين على الطول والشخصيه اللي بيني. بغيت طب خلص ايش قاعد اقول؟ وانت بعد لا انت مو مال هامور يدور. ها فيلم كوميدي خالي. هذا كوميدي غرع هذا. والله غرعنا. خالي قوم بعدين البيت. قلبي والله خاب قلبي يقف عليه رب الكعبة. القطوة الأولى أخت القطوة الثانية، والقطوة الثانية أم القطوة الثالثة، والقطوة الثالثة أخت القطوة الرابعة. القطوة الأولى شو تنادي القطوة الرابعة؟ الأولى أخت الثانية. والثانية أم الثالثة. والثالثة أخت الرابعة. القطوة الأولى شو تنادي القطوة الرابعة؟ زين الثالثة الأم هم هي أم الثلاثة هذين؟ مالي شغل أنت عاد ركز. أنا أقول هذه الثالثة اللي هي الأم. إيه؟ هذه أختها ولا أمها؟ القطوة الأولى اخت القطوه الثانيه. ثانيه زين. القطوه الثانيه ام القطوه الثالثه. ام زين. القطوه الثالثه اخت القطوه الرابعه. القطوه الاولى شو تنادي القطوه الرابعه؟ يا تقول لها يا امي. ها؟ او تقول لها يا اختي. غلط. اي امها. غلط. انا اقول بس تقولها يا امه. غلط. وتقولها يا اختي. غلط. ايش هذا؟ انت لو تركز في عدل راح تعرف. القطوه الاولى اختها منو؟ الثانيه. الله عليك. الثانيه شو تصير حق الثالثه؟ امها. الله عليك. امها الثالثة شو تصير حق الرابعة؟ اختها. اختها اي. يعني اخت منو هي؟ اخت ثنتين اللي قدام. لا خالي. بلى. الأولى. الأولى الأولى القطوة الأولى اخت القطوة الثانية. اي ادري اخت القطوة الثانية. حلو. اي.
شو تاخذ القطوة الثانية؟ إيه؟ خوات. من أمهم؟ هاي الثالثة. الله عليك. الثالثة مو أمهم؟ إيه. منو أختها؟ الرابعة. الرابعة إيه. الرابعة يعني منو؟ يعني اللي أختهم. أخت الثالثة. أخت الثالثة. هذه الرابعة أخت. شنو؟ مثل أم الثالثة. حبي اختها الحين عندك اربع قطاوة. الاولى اخت الثانية. احنا ما لنا شغل في الاول والثانية، هذا خوات. اوكي. ايه. من امهم؟ هاي الثالثة. حلو. الثالثة ايش تسوي حق الرابعة؟ ها. شو تسوي حق الرابعة؟ اختها. اختها ايه. الحين عرفت والله. ايه فالقطوة الاولى شو تنادي القطوة الرابعة؟ ينادونها خالتي. لا غلط. بلى. والله غلط. ايه هذه مو الثالثة الام؟ ايه والرابعة اخت الثالثة. ايه ايه هذا مو ينادون امهم يمه؟ ايه هاي خالتهم. غلط. بلى والله غلط. الاولى ما تنادي. ما يصير. والله العظيم الاولى ما تنادي، الرابعة خالتي. هلا قولي انا احلك اياها. يلا قول. الاولى ايش تنادي الرابعة؟ ايه مياو. اوه عدلي والله. القطو ما قلت تقول خالتي تنونو. قلت تقول مياو صح. وانت وين اختي وامي؟ ايوه صح انت ذكي والله. ها؟ ذكي ذكي. لا والله مو ذكي. انت شو اسمه؟ تزاسي. انت تزاسي شو كتب؟